الطقس العرب في الأردن، أسعد الله صباحكم بكل خير. يسود الطقس غالبا صافي هذا اليوم في العاصمة عمان مع 29 درجة مئوية الملموسة 28، أما الرطوبة مرتفعة حوالي 82% والرياح تكون غربية معتدلات السرعة. بالنسبة لتفاصيل الحالة الجوية المتوقعة لباقي مناطق المملكة، المفرق 31 و21 مع تفرق لبعض الغيوم، إربد 31 ل21 أيضا، جرش 30 ل21 وعجلون 29 إلى 21. المنطقة الوسطى البلقاء طقس صافي 30 ل24، الزرقاء 31 ل21، العاصمة عمان تفرق لبعض الغيوم 29 ل30، مأدبة 29 ل22، والبحر الميت 34 إلى 28. المنطقة الجنوبية الكركس 29 ل20، الطفيلة 29 ل23، الشوبك 27 ل22، معان 31 ل23، والعقبة طقس حار 39 إلى 30. المنطقة الشرقية الأزرق 35 ل22 مع تفرق لبعض الغيوم نفس الشيء في أرويشد، أما الصفاوي 35 إلى 21. كان هذا كل ما لدينا لحد الآن، إلى اللقاء.